أزالت نيوزيلندا اليوم معظم القيود المتبقية المرتبطة بفيروس كورونا، وأعلنت عودة الحياة إلى طبيعتها لأول مرة منذ بدء الجائحة، وعليه لن يطلب من السكان ارتداء أقنعة الوجه في المتاجر أو الحافلات أو الطائرات، ولن يحتاج السائحون إلى الحصول على التطعيم من أجل زيارة البلاد. ولكن الحكومة أبقت على قيدين رئيسيين فقط، هما عزل من ثبتت إصابتهم بالفيروس لسبعة أيام وارتداء أقنعة الوجه عند زيارة مرافق الرعاية الصحية. هل تشكل خطوة نيوزيلندا خطوة فارقة في طريق التحرر من قيود كورونا؟ معنا الآن من لندن المستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج للاستشارات الدولية دكتور بلال زعيتر. دكتور زعيتر، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. قرار نيوزيلندا إزالة كل القيود تقريبا المتعلقة بفيروس كورونا، هل هذا قرار في مكانه وفي وقته المناسب برأيك؟ تحياتي أخي مهند. طبعا بالتأكيد قرار في مكانه، ولكن أعتقد أنه ليس في وقته المناسب، أتى متأخرا قليلا يعني قياسا إلى باقي دول العالم. يعني لم يبقى الآن من الدول المتشددة إلا الصين حاليا التي تتبع سياسة التشدد يعني في الحجر، بينما معظم دول العالم منذ بداية هذا العام يعني بداية عام 2022 ونحن نتجه يعني إلى الربع الأخير في هذا العام، يعني معظم دول العالم اتبعت سياسة التعايش مع الفيروس، وخصوصا أنه يعني تبين للجميع أنه توطن، لا يمكن الوصول إلى حالة صفر إصابات، وإنما يعني السياسة المثلى هي التعايش معه. فبالتالي نيوزيلندا هي اتخذت القرار الصح، ولو أنه أتى متأخرا نسبيا عن باقي أقرانها في دول الغرب، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. هل برأيك يعني بالإمكان القول اليوم أنه انتهت الآثار الكارثية لهذا الفيروس وأصبح بالإمكان التعايش مع ما تبقى من هذه الآثار؟ يعني البعض يلاحظ أنه الفيروس حتى بطبيعته أصبحت مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه طبيعة فيروس ووهان الأولى، ما رأيك دكتور بلال؟ طبعا مع العدد الكبير من الإصابات، مع تطور حالة المناعة إما عبر التلقيح إما عبر الإصابات المتتالية والتعافي، زيادة خبرة يعني الكادر الطبي، النضوج الأكبر يعني عند الجميع في فهم يعني طبيعة الفيروس، هذا الأمر أدى يعني إلى يعني تشكل هذه القناعة أن الحل يكمن في التعايش مع الفيروس، يعني الحلول السريعة في حالة يعني تفشي في بؤرة معينة، يعني التركيز على حماية الفئات الأكثر اختطارا مثل المسنين مثل ذوي المناعة المنخفضة، هذه الاستراتيجية التي الآن أعتقد أن نحو 95% من دول العالم تتبعها، ولم يتبقى دول تتبع سياسة التشدد يعني حاليا إلا يعني دول معدودة على أصابع اليد الواحدة وعلى رأسها الصين. يعني الصين لغاية الآن هي الدولة الوحيدة التي ما زالت يعني تتبع منهجا. لماذا برأيك الصين مصرة يعني دكتور بلال على هذه المسألة حتى الآن؟ طبعا هناك عوامل كثيرة يختلط فيها يعني السياسي بما هو يعني صحي، ويعني الصين منذ البداية كانت حريصة على تقليل عدد الوفيات يعني إلى أكبر عدد ممكن. النقطة التي يفتخر فيها الصينيون لغاية الآن هو أن عدد وفيات فيروس كورونا في دولة مثل الصين لم تتجاوز يعني البضعة آلاف، بينما يعني دول مثل الولايات المتحدة و بريطانيا ويعني معظم دول الغرب يعني الإصابات أو الوفيات فيها بمئات الآلاف. بس ألا يدل ذلك دكتور بلال على أنه يعني انتهاج سياسة صارمة إلى حد ما كان السبب في ذلك، كان السبب في تجنب الصين حدوث كل حالات الوفاة هذه؟ طبعا بالتأكيد يعني يوجد هناك توازن، أنت لا تريد أن تصل إلى أن
تقلل عدد الوفيات، ولكن أن تقضي على الاقتصاد وتقضي على الدورة يعني الدورة الحياتية. هناك حالة تململ كبيرة جدا في الصين يعني من سياسة التشدد أيضا، يعني أصبح الآن واضحا يعني من ناحية علمية أن الوصول إلى صفر إصابات هو يعني حرب لا تنتهي. يعني الصين يعني إحدى سلبياتها أنها حرمت الشعب من الحصول على المناعة الطبيعية. يعني المناعة الطبيعية يمكن الوصول لها عبر الإصابة والتعافي، فبالتالي يجب السماح بعدد معقول من الإصابات والتعافي من أجل رفع المناعة الجماعية للناس. الآن يعني لو نظرنا نظرة هيك إلى الوراء دكتور بلال، هل كان هناك مبالغة في الإجراءات التي اتبعت في المراحل الأولى لهذه الجائحة؟ هل كان بالإمكان الوصول إلى هذه المرحلة من المناعة الجماعية بدون الإجراءات التي اتبعناها طيلة هذه الفترة؟ طبعا هذا سؤال صعب جدا ونظري، ولكن باعتقادي أن الجميع يعني تصرف بأحسن طريقة ممكنة في ضوء المعطيات الموجودة. نحن فوجئنا بهذا الفيروس على حين غرة، تخبط الجميع، كانت هناك حالة من الدربكة، لم يكن يوجد لدينا تصور واضح. هذا الفيروس نشأ من الصفر ولم تكن توجد لدينا خبرة مسبقة. الوضع المرعب الذي رأيناه في إيطاليا يعني في بدايات الجائحة وتكدس الناس في المستشفيات والوفيات بالمئات، هذا أدى إلى إصابة جميع العالم بالرعب. صحيح. فبالتالي ليس من العد الآن، ونحن الآن نتجه إلى نهاية عام 2022، أن نحن على تصرفاتنا سنة 2000 أو قراراتنا العلمية التي تم اتخاذها سنة 2020 في البداية يعني بنفس المعيار. الآن يوجد لدينا لقاح يعتبر ناجح، الآن يوجد لدينا تحورات أو متحورات أصبحت يعني أخف نسبيا، أصبحت لدينا خبرة أكثر في مواجهة الفيروس، ثقة الجهاز الطبي بنفسه، حتى التجهيزات والاستعدادات في معظم دول العالم هي أفضل بكثير مما كانت في بداية عام 2020. شكرا جزيلا لك دكتور بلال زايتر، المستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج للاستشارات الدوائية، كان معنا من لندن.